اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 20/1/2023 وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره اللحم البقري في سوق ابو المطامير. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير عمي. صباح الخير عمي. صباحك ابيض ان شاء الله. عرف المشاهد باسمك. فريد جمعة بقوي. المعلم فريد جمعة بقوي. الله يبارك لك ابو المطامير. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اسعار عامل ايه في اللحم؟ كام؟ 7. لا اللحم 110. 110 النهارده جاي ب 110 يا جماعه. اللحم النهارده في سوق ابو المطامير ارتفاع في الاسعار، ربنا يرخيها من عنده يا رب. اللهم امين. دي بكام الاسعار؟ 7.5 37 ونص. 37 ونص. 37 ونص. رمضان بيوت في العيد. بسم الله ما شاء الله. الناس هتعيد بيه يقول لي كده. صل عليك. انا بلبن ولا كسر؟ لبنيين. لبنيين لسه. بسم الله ما شاء الله. 37 ونص و 37 و 100. 37 و 100 و 37 ونص يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. العجول الذكوره اللحم البقري في سوق ابو المطامير. الله اكبر. الثاني ده 21 شويه عليه. بص عليها. بص عليها. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معك حاجه ثانيه يا حاج فريق؟ لا والله ما عليك انت. طب ادينا الرقم لحد احسن. 010 10 10 10 5 2 4 0 0 7 الله يبارك. يعني ماشي 110 اللحم النهارده. اي والله هو 110 يا جماعه. اللحم النهارده جاي من عجول الذكوره البقري. بسم الله ما شاء الله. 21000 ونص. بسم الله ما شاء الله. 21000 ونص ب 25000. 25000 الا 100. بسم الله ما شاء الله. 25000 الا 100 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. معاك حاجه تاني؟ يعني شغال في اللحمه على طول لحد اصحيه؟ يا عم لا، ده انا كده ده فريح كده. الله يبارك لك ويصلح حالك يا غالي. بسم الله ما شاء الله. العجول الذكوره اللحم الكبير. ايه؟ ده قلب 25 ل 100. حاج محمد محمود صباحك ابيض. ماشي كام الكيلو النهارده يا حاج محمد؟ ب 105. ب 100. حاج فريد قال 110. لا ب 105. 105. اسعار مش واحد برضه يا جماعه. في اللي بيقول 100 وفي اللي بيقول 95 وفي اللي بيقول 105. مش عارفين عاملين كام الجوز السمر دول لحد؟ 52000. 52000. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الله يبارك لك يا حاج محمد محمود. يا جماعه شبر خيط تجار العجول الذكوره اللحم البقري. الله يبارك لهم ويصلح حالهم. ادينا الرقم يا حاج محمد. 010 26 39 4356. الله يبارك لك. اي حد يعوز حاجه لحم موجوده يعني ان شاء الله. الله يبارك لك يا حاج محمد. صباحك ابد ان شاء الله. الله يبارك له. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.